اثناء متابعتنا لمشاريع اكساء سايدين حي العامل وسايدين الرساله وسايدين نابلس ورجم حديد، لوحظ هناك وجود فشل في ماده الاكساء في طبقه الاكساء البايندر في هذه المشاريع، حيث تم على الفور باعاده من السيد مدير البلديه المحترم ومدير شعبه المشاريع تشكيل لجنه فنيه لغرض الوقوف على اسباب هذا الفشل، وتم الاعاز الى المقاولين لغرض اعاده وصيانه هذا الخلل بعد توصيات اللجنه الفنيه، علما انه لم يتم صرف اي مبلغ للمقاول الملف لهذا المشروع وان مده العمل لم تنتهي، واضافه الى ذلك هناك فتره صيانه لمده سنه كامله بعد انجاز العمل. تم الاعاز الى الشركه بالحضور الى موقع العمل حيث ابدا المقاولين استعدادهم لاعاده معالجه الشارع بالكامل.